بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي رقم واحد. أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع، حيث قال واحد روماني لتكن الدالة جي المعرفة على آر كما يلي: جي لإكس تساوينا واحد ناقص اثنان في إكس في أسية ناقص إكس. قال أدرس اتجاه تغير الدالة جي ثم استنتج إشارة جي لإكس. اثنان روماني قال نعتبر الدالة اف المعرفة على آر كما يلي: اف لإكس تساوينا إكس زائد واحد في واحد زائد اثنان في أسية ناقص إكس. قال سي اف التمثيل البياني للدالة اف في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي جي، حيث عندنا طاولة إي تساوينا واحد، وأكيد طاولة جي تكون تساوي واحد لأنه متعامد ومتجانس. قال واحد أحسب ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. بقى قال أدرس اتجاه تغير الدالة اف ثم شكل جدول تغيراتها. اثنان ألف قال بين أن ليميت اف لإكس ناقص إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا تساوينا واحد. دققوا جيدا ثم استنتج معادلة لدالتا. ما هو ذا دالتا؟ هو المستقيم المقارب المائل للمنحنى سي اف أكيد بجوار الزائد ما لا نهاية. ب قال أدرس وضعية المنحنى سي اف بالنسبة إلى المستقيم دالتا. ثالثا قال أثبت أن المنحنى سي اف يقبل مماسا وحيدا تي يوازي دالتا، يطلب تعيين معادلة له. ثم رابعا قال باستعمال المنحنى سي اف، أكيد هنا يوجد لنا سؤال خفي الذي هو ارسم سي اف. قال عين قيم الوسيط الحقيقي ام حتى يكون للمعادلة اف لإكس تساوينا إكس زائد ام حلين مختلفين. يعني للإجابة على هذا سؤال مناقشة البيانية يجب أن نقوم برسم منحنى سي اف في المعلم المتعامد والمتجانس او اي جي. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. ننطلق أبنائي في الإجابة على الجزء الأول الذي هو أدرس اتجاه تغير الدالة جي. إذا نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة التي اسمها جي. هنا لما يقول أدرس اتجاه التغير ما علينا إلا أن نفكر في المشتقة وإشارتها، ونقول الدالة متزايدة في المجال ومتناقصة في المجال. دققوا، أولا نقول الدالة جي كيف هي؟ قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على R وماذا؟ ودالتها المشتقة تصبح أنها جي فتحة لإكس يساوي. أولا ما هو مشتق الواحد؟ مشتق الواحد أكيد هو الصفر ناقص. لاحظوا هنا يا أبنائي، ركزوا، هنا يوجد لنا جداء دالتين، دالة E وعندنا دالة ماذا؟ دالة V. نحن نعلم أن E في V مشتق جداء دالتين يساوي مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول، يعني مشتق هذه اللي هي ناقص 2X أكيد، نفتح قوس، هو 2 مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني، معناه مشتق أسية ناقص إكس. ما هو؟ هو ناقص أسية ناقص إكس مشتق الثاني في الأول اللي هو 2X. يقول أحدكم يا أستاذ ناقص، لا ناقص قلت تركته خارجا، يعني وضعتنا هكذا، هذا الناقص تركته خارجا، أعيد. إذا فتصبح لنا تساوي، الآن نترك الناقص ونلاحظ تصبح لنا هكذا 2 في أسية ناقص إكس، وهذا مع هذا أصبح لنا ناقص ماذا؟ 2 إكس في أسية ناقص إكس، هكذا تصبح لنا تساوي. ندخل الناقص، ننشر هذا ناقص، أصبح لنا ناقص 2 في أسية ناقص إكس، ثم هذا في هذا أصبح لنا زائد 2 إكس في أسية ناقص إكس. نستخرج الأسية عامل مشترك من هنا ومن هنا كعامل مشترك، أصبح لنا ناقص 2 زائد 2 إكس في أسية ناقص إكس. نرتب الآن، تصبح لنا جي فتحة لإكس تساوينا، بعدما نرتب يعني تصبح لنا هكذا 2 إكس ناقص 2 في أسية ناقص إكس، هاته هي ماذا يا أبنائي؟ إنها المشتقة. الآن بعدما وجدنا إشارة المشتقة ما علينا إلا أن ندرس إشارة المشتقة. بعدما وجدنا نقول الآن إشارة جي فتحة لإكس من إشارة ماذا؟ من إشارة 2 إكس ناقص
عفوا قلت 2 اكس ناقص 2 لان ماذا؟ لان أسية ناقص إكس إنها قيمة موجبة تماما، هذه مهما كانت إنها قيمة موجبة تماما. فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا هكذا، دققوا أرجوكم نقطة نقطة. الآن معناه نضع جدول إشارة بسيط، ها هو أمامكم، لاحظوا الذي به نعطي ماذا؟ نعطي إشارة الجي فتحة لإكس، لاحظوا. إذن إذا وضعنا هذا الأمر هنا عندنا هكذا وعندنا من هنا، ودائما أنصحكم باستعمال الأدوات المدرسية. إذا عندنا x من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الزائد ما لا نهاية، من هو المسؤول؟ هو هذا الذي هو إنه 2x ناقص 2. عندنا 2x ناقص 2 يساوي 0، ننقل هذا إلى هنا، أصبحنا 2x يساوي 2، ومنه x يساوي لنا 2 على 2، أي ماذا؟ أي أنه x يساوي لنا 1. إذا تنعدم عند واحد، نضع هنا رمزة، وهنا بما أن عبارة من الدرجة الأولى هنا نقول نفس، وهنا عكس، معناه تصبح لنا زائد ناقص. وتأتي الآن إلى جي فتحة لإكس تكمل السير هكذا، هنا نفس وهنا عكس. الآن نقول تلك الجمل اللغوية، نقول الدالة جي كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال، ما هو؟ على المجال من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد، ومتزايدة تماما على المجال الآخر الذي هو من الواحد إلى غاية، عفوا، إلى غاية الزائد ما لا نهاية. هذا هو سؤال استنتج أو أعطي أو دراسة اتجاه تغير الدالة فقط، الدالة جي فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى سؤال آخر، ثم استنتج إشارة جي لإكس. إذا نأتي الآن ونقول هكذا، استنتاج إشارة ماذا؟ جي لإكس. هنا للاستنتاج ما علينا إلا الاستعانة بجدول التغيرات. إذا كتبنا هنا جدول التغيرات، دققوا كيف ذلك، نستعين به بدون أن نقوم بحساب النهايات، لأن سوف تلاحظون شيء معين. دققوا لماذا أستعين بجدول التغيرات. يقول أحدكم وهل نكتب هذا في وقت الإجابة؟ نعم، وإلا كيف نجيب على إشارة ماذا؟ إشارة الجي لإكس. دققوا أرجوكم. إذا هنا عندنا أولا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، وعندنا جي فتحة لإكس تنعدم عند ماذا؟ تنعدم عند واحد، نضع من هنا قلنا زائد وهنا ناقص، وعندنا هنا جي لإكس. جي لإكس معناه هكذا متناقصة ثم هكذا متزايدة دون حساب، ما علينا إلا حساب هنا جي لواحد الذي يساوي، نحن عندنا جي لإكس يساوي واحد ناقص اثنان إكس في أسية ناقص إكس، نقوم بحساب جي لواحد. جي لواحد يساوي واحد ناقص ماذا؟ ناقص اثنان في واحد في ماذا؟ في أسية ناقص واحد. دققوا، تصبح لنا واحد ناقص اثنان في أسية ناقص واحد التي تساوي لنا واحد ناقص اثنان على الأسية، وهذه بطبعها قيمة موجبة تماما، أي ماذا؟ أي دققوا أرجوكم، أي أن جي لي واحد قيمة موجبة، معنى هذه تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا واحد ناقص الأسية، عفوا، يساوي لنا اثنان على الأسية، وهذه بطبعها قيمة كيف هي؟ قيمة موجبة. نقول نلاحظ فقط، لاحظوا جيدا، نلاحظ من جدول التغيرات أن ماذا؟ أن جي لإكس، لاحظوا جيدا، ها هي آخر قيمة وصلت إليها، كم؟ إنها هذه، حتى نفهم جيدا، هذه إنها قيمة موجبة، وهذا موجب، لاحظوا، وهذا موجب. الآن موجب موجب، نلاحظ أن آخر قيمة إنها أكبر من الصفر، لماذا؟ لأن هذه القيمة لو نعدها بالآل حسب نجد لها ماذا؟ نجدها صفر فاصل، صفر فاصل معناها قيمة موجبة. الآن ولاحظوا آخر قيمة وصلت إليها جي إنها القيمة الموجبة، هذه القيمة موجبة، وهذه موجبة، وهذه موجبة، ماذا يمكن على أن نقول على الدال أنا عبارة جي إنها موجبة؟ ها هي أمامكم.
أرجو قد فهمتم الفكرة. آخر قيمة وصلت إليها الجي إلى صفر فاصل، هذه تعد صفر فاصل. الآن يعني صفر فاصل وهي قيمة حدية صغرى. الآن فإن جي لإكس تصبح لنا كم؟ أكبر تماما من الصفر فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال وتذكروا أن جي لإكس قيمة موجبة تماما، نأتي الآن إلى الجزء الثاني. قال نعتبر دالة F معرفة على R كما يلي: F لـ X تساوينا X زائد 1 في 1 زائد 2 في أسية ناقص X. قال أحسب النهايات، إذا نكتب هنا حساب النهايات. ننطلق بأول نهاية، سوف أذكركم بنهايات شهيرة عندنا: ليميت أسية X لما X يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، هذه معروفة صفر. وعندنا ليميت أسية X لما X يؤول، عفوا قلنا لما X يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، إنها زائد ما لا نهاية، هذا الأمر علينا أن نكون على دراية به. الآن ننطلق فتصبح لنا ليميت X زائد 1 في 1 زائد 2 في أسية ناقص X لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. الآن لاحظوا هذا ماذا يعطي لكم؟ يعطي لكم ناقص ما لا نهاية. انظروا هذا يعطي لنا ناقص ما لا نهاية، وهنا ماذا نتحصل؟ تصبح لنا هنا أسية ناقص ناقص من التي هي أسية، تصبح لنا هذه تعطي لنا زائد ما لا نهاية. الآن بينهما في، تصبح لنا هكذا، تصبح ناقص ما لا نهاية وهنا الزائد ما يقول أحدكم الواحد، الواحد لا يهمنا، المهم أنه هذه أعطت لنا زائد ما لا نهاية هكذا، وهذه أعطت لنا ناقص ما لا نهاية. الناقص ما لا نهاية في الزائد ما لا نهاية ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص ما لا نهاية، ليس حالة دمتين. أعيد، ها هنا أعطت لنا ناقص ما لا نهاية، وهنا تحصلنا على الزائد ما لا نهاية. الناقص ما لا نهاية في الزائد ما لا نهاية إنها ناقص ما لا نهاية. الآن نأتي مباشرة إلى الزائد ما لا نهاية، بحنا ليميت واحد، عفوا نقول إكس زائد واحد في واحد زائد اثنان في أسية ناقص إكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية يصبح يساوي. إذن هذا الجزء يعطي لنا زائد ما لا نهاية، وهذا يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا الصفر. لماذا؟ لأن أصبحنا أسية ناقص أسية ناقص في زائد ما اللي هي أسية ناقص ما لا نهاية، أسية ناقص ما لا، انظروا إنها صفر، ويصبح لكم صفر معناه في واحد، لأن هذا ذهب إلى الصفر بهذه القاعدة هنا. أسية تصبح لنا أسية ناقص في زائد ما اللي هي أسية ناقص ما لا نهاية، أسية ناقص ما لا نهاية معروفة إنها ماذا؟ إنها صفر. فنتحصل على ما لا نهاية في واحد. إذا ما لا نهاية في واحد ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم الفكرة بطريقة بسيطة، لأن هذا الجزء ذهب إلى الصفر فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال ب. قال أدرس اتجاه تغير الدالة F. إذا نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة F. إذا نقول الدالة F قابلة للاشتقاق وماذا؟ ودالتها المشتقة ماذا تصبح؟ تصبح لنا F فتحة لإكس يساوي، ها هي الدالة F. لكن تذكروا أن بما أن درسنا الجزء الأول متعلق بجي، فهنا هذه مشتقة أكيد، مشتقة الدالة F أكيد سوف تكون لها علاقة بعبارة جي. ركزوا جيدا، عندنا نحن قلنا أن E في V يساوي مشتق الأول، عفوا مشتق E في V زائد مشتق V، عفوا مشتق الأول، مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. معناه فماذا نتحصل؟ مشتق هذا اللي هو كم؟ واحد، مشتق الأول في الثاني ثم زائد مشتق الثاني، مشتق الثاني مشتق هذا العدد كم؟ إنه ناقص اثنان في أسية ناقص إكس. لماذا؟ لأن قلنا اثنان في أسية ناقص إكس مشتقاتها ما هي؟ هي ناقص اثنان في أسية ناقص إكس، إذا المشتق الثاني في الأول تصبح لنا تساوي، ننشر هذا ينشر الواحد، تصبح لنا واحد زائد اثنان في أسية ناقص إكس
ثم هذا في هذا ناقص 2x في أسية ناقص x، ثم هذا في هذا الذي هو ناقص 2 في أسية ناقص x. أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب، فتصبح لنا ماذا تساوي؟ تساوي لنا 1 ناقص 2x في أسية x، وتساوي لنا g لx. نقول ومنه f فتحة لx تساوي لنا g لx، أي إشارة ماذا؟ إشارة f فتحة لx من إشارة ماذا؟ من إشارة g لx، أي ماذا؟ أي f فتحة لx أكبر تماما من الصفر، لأن g لx أكبر تماما من الصفر، من الجواب السابق. أرجو الآن قد فهمتم، ونقول ومنه الدالة f كيف هي؟ إذن نقول الدالة f متزايدة تماما على ماذا؟ على المجال R. بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن ثم شكل جدول تغيراتها. نأتي الآن إلى جدول التغيرات، لاحظوا ها هو أمامكم. إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F. هنا ما علينا إلا أن نقوم برسم جدول التغيرات، ونقوم بملئه بطريقة جد بسيطة. لاحظوا إذن هكذا وهكذا وهكذا، ثم نقوم دائما وأنصحكم باستعمال الأدوات المدرسية. إذن عندنا أولا x من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، وعندنا f فتحة لx عندنا كيف هي؟ قلنا موجبة، وعندنا f لx متزايدة، إذن هكذا الدالة f متزايدة. وجدنا ماذا؟ وجدنا أنه هنا عندنا ناقص ما لا نهاية، وهنا عندنا الزائد ما لا نهاية فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى 2 أ. قال بين أن ليميت f لx ناقص x لما x يولى زائد ما لا تساوي ماذا؟ 1. نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن ليميت f لx عفوا، إذا قلت f لx ناقص x لما x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تساوي كم؟ 1. دققوا الآن، نقول هكذا ليميت f لx التي هي x زائد 1 في 1 زائد 2 في أسية ناقص x ناقص x هكذا لما الإكس قلنا يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي، ننشر أصبح لنا ليميت ما هكذا، هذا في هذا أصبح لنا إكس، وهذا في هذا زائد ماذا؟ 2 إكس في أسية ناقص إكس، ثم هذا في هذا أصبح لنا زائد 1، ثم هذا في هذا زائد 2 في أسية ناقص إكس ثم ناقص إكس هكذا، أكيد لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب، هذا الشرط الأول، فنكمل الآن تصبح لنا تساوي لنا ليميت ماذا؟ ليميت 2 إكس في أسية ناقص إكس ثم زائد 2 في أسية ناقص إكس ثم زائد 1 لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. الآن دققوا، لدينا كذلك من جهة أخرى ماذا؟ أن ليميت، دققوا أرجوكم حتى تعلموا، أصبح لنا ليميت عندنا أسية x على x قوة آن لما الـ x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، هذه زائد ما لا نهاية مقلوبها، أي ليميت x قوة آن على أسية x لما الـ x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية هذه تساوي لنا صفر، هذه حتى تفهموها جيدا. الآن ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا معناه ليميت 2 إكس على أسية إكس، يعني هذا يأتي إلى المقام نا زائد 2 في ماذا؟ في على أسية إكس زائد 1
لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. إذن هذا طبقا إليه يصبح لنا صفر، وهذه صفر. لماذا؟ لأن قلنا أنه ليميت واحد على أسية إكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه تساوي لنا الصفر. فماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوي كم؟ تساوي لنا واحد. ها قد الآن وجدنا هذه النهاية بالتفصيل. بعدها قال ثم استنتج معادلة لدالتا. لاحظوا جيدا، نكتب هنا استنتاج معادلة دالتا المستقيم المقارب المائل بجوار الزائد ما لا نهاية. لاحظوا جيدا، نقول حتى هكذا، حتى يكون دالتا مستقيم مقارب مائل للمنحنى سي اف، يجب أن تكون ليميت اف لإكس ناقص إيغراك لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي الصفر. لاحظوا جيدا، الآن هذا ماذا يعني؟ يعني هذا الأمر، دققوا أرجوكم. ونحن لدينا أن ليميت اف لإكس ناقص إكس هكذا تساوي لنا واحد لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. ومنه ماذا ينتج؟ ومنه تصبح لنا ليميت ماذا؟ اف لإكس ناقص إكس ناقص واحد، يعني هذا ننقله إلى هنا حتى تفهموا جيدا، ركزوا. لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تصبح لنا كم؟ تصبح لنا صفر. هذا ماذا يعني؟ لاحظوا الأمر جد بسيط وانتبهوا، تصبح لنا تساوي لنا ليميت اف لإكس ناقص، استخرجوا من عندي هذا وهذا الناقص، تصبح لنا ناقص إكس زائد واحد لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية يساوي لنا صفر، حيث الآن طابق ليميت اف لإكس ناقص إيغراك لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية قلنا يساوي صفر. فيصبح لنا الإف لإكس يقابل الإف لإكس، وهذه هي هذه. نقول ومنه سي إف يقبل ماذا؟ يقبل مستقيم نكتبها بخط أوضح، يقبل مستقيم مقارب مائل دالتا معادلته إيغراك يساوي لنا إكس زائد واحد، يعني هذه هي تلك معادلته، يعني نهاية الفرق يجب أن نجدها كم؟ صفر، لكن لمن؟ لإف لإكس ناقص إيغراك، هنا كان عندنا هذا نقلناه إلى هنا، فأصبحت لنا ناقص إكس ناقص واحد، استخرجنا الناقص لماذا؟ حتى تحصل على القانون إف لإكس ناقص إيغراك يساوي لنا الصفر، وها هي معادلة ماذا؟ معادلة دالتا فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ب. قال أدرس وضعية المنحنى سي إف بالنسبة إلى مستقيم دالتا. إذا نكتب هنا دراسة وضعية ماذا؟ وضعية سي إف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى إلى دالتا. لاحظوا نقول ندرس إشارة الفرق. من هو الفرق؟ اف لإكس ناقص إيغراك على ماذا؟ على R، أي تصبح لنا اف لإكس ناقص إيغراك يساوي، حيث نحن نملك أن دالتا معادلته هي إيغراك يساوي لنا إكس زائد واحد، هذه تذكروها. الآن ماذا ينتج لنا؟ تصبح لنا إكس زائد واحد في واحد زائد اثنان في أسية ناقص إكس ناقص ماذا؟ إكس زائد واحد، تصبح لنا تساوي لنا، ننشر الآن هذا في هذا، تصبح لنا إكس وهذا في هذا زائد اثنان إكس في أسية ناقص إكس، ثم هذا في هذا زائد واحد، ثم هذا في هذا
اللي هو زائد 2 في أسية ناقص إكس، هكذا ناقص إكس هذا هنا وهذا هنا ناقص كم؟ ناقص 1. أولا ماذا ينتج؟ أولا يذهب هذا وهذا وهذا وهذا، ماذا يبقى لنا يا أبنائي؟ لاحظوا نقطة نقطة حتى تتعلم وركزوا معي جيدا. إذا فتصبح لنا تساوي، نستخرج من هنا ومن هنا عامل مشترك، فماذا ينتج لنا؟ هنا 2 إكس زائد 2 في أسية ناقص إكس، لكن ماذا؟ لكن أسية ناقص إكس معروفة أنها قيمة موجبة، أي ماذا؟ نأتي الآن إلى الجدول، منه سوف نتعلم. الآن لاحظوا جيدا، هكذا وهكذا، دققوا فقط، وعندنا هكذا، إذن لاحظوا وعندنا هكذا، انتبهوا أرجوكم. إذن الآن ننطلق، عندنا أولا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، من هو المسؤول؟ هذا هو المسؤول، يعني تصبح لنا هنا 2 إكس زائد 2. نحن نعلم أن 2 إكس زائد 2 يساوي 0، معناه 2 إكس يساوينا ناقص 2، أي إكس يساوينا ناقص 2 على 2، أي إكس يساوينا ناقص 1. إذن فتصبح لنا هنا ناقص 1، نضع هنا رمز هكذا، لاحظوا جيدا، إذن هنا نفس وهنا عكس، وتصبح لنا هنا اف لإكس ناقص إيكغ، إذن هنا زائد ناقص زائد، وعندنا هنا نضع هكذا، ونكتب هنا الوضعية، الوضعية، إذن هنا عندنا نقول سي اف يقع أسفل دالتا، وهنا سي اف يقع فوق دالتا، وهنا سي اف عفوا، وهنا سي اف يقطع ماذا؟ يقطع دالتا فقط أبنائي، أرجو قد فهمتم الآن الفكرة. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثالثا، قال أثبت أن المنحنى سي اف يقبل مماسا وحيدا تي يوازي دالتا، يطلب تعيين معادلة له. إذا نكتب هنا إثبات أن المنحنى سي اف يقبل ماذا؟ يقبل مماسا، كيف هو؟ وحيدا، اسمه تي، حيث ماذا؟ حيث تي يوازي دالتا. نقول تي يوازي دالتا معناه ماذا؟ معناه لهما نفس معامل التوجيه، أي ماذا؟ معامل التوجيه، أي نحل، أي ولدينا دالتا معادلته إيكغ يساوي لنا إكس زائد واحد، هنا هذا الواحد هنا واحد هو معامل التوجيه، أي نحل المعادلة، من هي؟ اف فتحة لإكس يساوي لنا واحد، قلت هذا هو معامل التوجيه، فتصبح لنا ماذا؟ حيث اف فتحة لإكس قلنا أنها تساوي لنا جي لإكس، لاحظوا جيدا، إذا نحل هذه، لكن نحن نعلم أن جي لإكس لدينا أن جي لإكس تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا واحد، التي هي واحد ناقص 2 في إكس في أسية ناقص إكس ويساوي لنا الواحد، نأتي بهذه القيمة نعوضها هنا، ناقص 2 إكس في أسية ناقص إكس يساوي لنا واحد ناقص واحد، أي ناقص 2 في ناقص 2 إكس في أسية ناقص إكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا الصفر، ومنه ماذا ينتج؟ لاحظوا جيدا حتى تتعلموا، ومنه ينتج أنه ماذا؟ أنه أسية ناقص إكس لكن موجب، أي ماذا؟ أي ناقص 2 إكس هي التي تساوي الصفر،
أي أن إكس يساوي لنا صفر على ناقص 2، إكس يصبح يساوي لنا كم؟ يساوي لنا الصفر. نقول كجواب ومنه، لاحظوا، نقول ومنه سي إف يقبل ماذا؟ يقبل مماسا تي وحيد عند النقطة ذات الفاصلة كم؟ الفاصلة صفر فقط. ثم بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى معادلة تي. إذا نكتب هنا معادلة المماس. من هو المماس؟ تي عند ماذا؟ عند إكس صفر يساوي لنا صفر. نحن نعلم أن معادلة المماس هنا إيكلاك يساوي لنا فتحة لصفر في إكس ناقص صفر زائد ماذا؟ زائد إف لصفر. الآن إف فتحة لصفر يساوي لنا كم؟ يساوي لنا لما يساوي لنا واحد ناقص اثنان في صفر في أسية الصفر التي تساوي لنا واحد. وإف لصفر يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا واحد زائد الصفر في واحد زائد اثنان في أسية ناقص هكذا الصفر. لاحظوا جيدا، إذا هكذا وتساوي لنا ماذا؟ واحد في واحد زائد اثنان وتساوي لنا الثلاثة. نأتي بهذه القيمة نعوضها هنا، ونأتي بهذه القيمة نعوضها هنا. هنا إيكلاك يساوي لنا واحد في إكس زائد ثلاثة، أي أن إيكلاك يساوي لنا إكس زائد ثلاثة. هذه هي معادلة المماس تي فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير الذي يظهر في الأصل أنه الأخير، لكن هو في الأصل يوجد سؤال قبله. قال باستعمال المنحنى سي إف عين قيم الوسيط الحقيقي أم حتى يكون للمعادلة إف لإكس يساوي إكس زائد أم حلين مختلفين. أولا نقول هنا رسم ماذا؟ سي إف. في رسم سي إف أبنائي أولا نقوم برسم دالتا الذي هو المستقيم المقارب الذي معادلته إيكلاك يساوي إكس زائد واحد. نستعمل هنا الجدول المساعد إكس وإيكلاك. أولا إذا كان الإكس يأخذ لنا صفر فالإيكلاك يساوي واحد، وإذا الإكس أخذ لنا واحد الإيكلاك يساوي لنا اثنان. النقطة الأولى اللي هي صفر مع واحد هنا، والنقطة الثانية التي هي واحد مع اثنان في هذا الموضع. ثم نقوم بماذا؟ بالربط ما بينهما هكذا. دققوا أرجوكم، ها هو أولا، ونكتب عفوا، إذا قلت علينا أن يكون الرسم دقيق حتى تكون نتائجنا دقيقة. إذا أولا هكذا، وسميناه ماذا؟ سميناه دالتا الذي نكتبه من هذه الجهة أفضل. إذا دالتا الذي معادلته إيكلاك يساوي لنا إكس زائد ماذا؟ زائد واحد. ركزوا لماذا؟ لأن سوف نستعمل المطابقة مع المناقشة البيانية. عندنا هذا إيكلاك، عندنا كذلك ما نسميه كذلك دا تي. تي يجب أن نرسمه اللي هو كذلك هنا إكس وإيكلاك. إذا أخذ الأول صفر الآخر يأخذ لنا كم؟ ثلاثة، عفوا قلت ثلاثة. وإذا أخذ لنا الآخر يأخذ لنا واحد، الآخر يأخذ كم؟ أربعة. الآن صبحنا ثلاثة صفر مع ثلاثة إنها في هذا الموضع، وعندنا الواحد مع الأربعة معناه يكون في هذا الموضع. ثم نقوم برسمهم حيث يكون متوازيان هكذا حتى تفهموا الفكرة العامة. لاحظوا جيدا، إذا ها هو أمامكم، ونضع له كذلك. إذا قلت سميناه تي، لاحظوا إذا تي معادلته هي هكذا إيكلاك يساوي إكس زائد ماذا؟ زائد ثلاثة. الآن لكن نحن قلنا نقطة التماس في هذا الموضع، لماذا؟ لأن قلنا عند إكس يساوي صفر هذه النقطة، هذه النقطة إذا سميناها أ حدثها صفر مع الثلاثة. لاحظوا جيدا، وعندنا كذلك الوضعية انظروا يتقاطعان دالتا مع ماذا؟ مع المنحنى في الصفر، يعني هنا نقطة التقاطع في هذا الموضع. الآن يا ترى كيف يأتينا الرسم؟ أكيد سوف يأتينا من هنا ويبدأ بالصعود. لاحظوا يبدأ من هنا بالصعود هكذا ليشمل يصل إلى هذه نقطة التماس. دققوا جيدا، لاحظوا هكذا وينطلق إلى هنا ثم يعود، لاحظوا
ها هو كيف يرسم منحنى هذه الدالة فقط. لاحظوا، ها هو المنحنى ونسميه سي اف نسبة إلى الدالة التي اسمها اف. دققوا، وها هي قلت نقطة ماذا؟ نقطة التماس، حتى تفهموا الفكرة جيدا. وها هو لأن هنا عندنا دالتا، لكن هنا لا يوجد لنا عندنا الدالتا، حتى نفهم الفكرة. فها هو بدأ بالصعود من هنا، وصل إلى نقطة التقاطع، انظروا ها هي نقطة التقاطع، ثم صعد إلى أن وصل إلى هذا المكان، ثم اتجه هكذا، حتى نفهم فكرة. هذا هو رسم هذه الدالة فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، نأتي إلى السؤال الأخير الذي قال تعيين قيم. إذا نكتب هنا تعيين قيم الوسيط آم حتى المعادلة التي معادلة والتي هي اف ل x تساوي لنا x زائد آم تقبل حلين كيف هما مختلفين. لاحظوا جيدا، أولا نقول الحلول البيانية للمعادلة f لx تساوي لنا x زائد m هي ماذا؟ هي فواصل نقط ماذا؟ نقط تقاطع، فواصل نقط تقاطع cf والمستقيم ذو المعادلة y. إذا قلت y يساوي لنا x زائد m. الآن ما طبيعة أولا هذه المناقشة؟ نلاحظ أن هذه المناقشة هي مناقشة كيف مائلة. لماذا؟ حيث إذا سمينا هذا دالتا، دالتا كيف هو؟ نسميه دالتا m، حيث ماذا؟ حيث دالتا m يوازي دالتا ويوازي لنا ماذا؟ ويوازي لنا تي. لاحظوا هذا وهذا وهذا كلهم متوازية. لماذا؟ لأن انظروا هنا كم المعامل؟ واحد، وهنا واحد، وهنا واحد. الآن هذه المناقشة هي مناقشة مائلة. إن لم تعرفوا طبيعة المناقشة دائما اعطوا قيم لآم وارسموا على الأقل مستقيمين. مثلا نعطي لآم مثلا، نعطي له صفر، فيصبح لنا y يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا x. ها هو y يساوي لنا x، ها هو. مثلا نعطي لي ام، مثلا نعطي لي ام كم؟ نعطي له واحد، يصبح لنا y يساوي لنا x زائد واحد. x زائد واحد هو نفسه هذا المستقيم. هيا بي ماذا تقول القاعدة؟ على الأقل نرسم مستقيمين نعرف الوضعية، هذا وهذا كيف هما متوازيان. إذا إنها مناقشة كيف هي مائلة، حتى تفهموا الفكرة جيدا. يعني هنا يمكن أن نلخص، نقول بين قوسين مناقشة كيف هي؟ مناقشة مائلة. كيف هي؟ قلت مناقشة مائلة يا أبنائي. الآن لاحظوا كيف يتم، لكن هو يريد هذا المستقيم، هذا المستقيم الذي سوف أريكم إياه، ها هو المستقيم هكذا. الآن ها هو بدأ بالصعود، هل يوجد لنا تقاطعات؟ نعم يوجد تقاطع وحيد، ها هو أمامكم، سوف يزيد في الصعود هنا. نعم يوجد تقاطع، نزيد، ها هو بدأ، يوجد لنا الآن في هذا المكان كم يوجد لنا من تقاطع؟ وحيد، يعني واحد. الآن إذا زاد هنا انظروا كم يوجد لنا الآن من تقاطع، ها هو واحد، سوف أستعمل ملون أفضل، ها هو واحد وها هو واحد. من في رأيكم من ماذا؟ يعني من هذا المكان يبقى تقاطعين 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 إلى غاية هنا. آم معناه من أين يكون يا أبنائي؟ أكيد سوف يكون الآم من هذا الموضع إلى غاية هذا الموضع، سوف نستعمل باللون المؤخر، هذا من هنا إلى غاية هنا. يعني نقول قيم آم حتى المعادلة تقبل ماذا؟ تقبل حلين مختلفين. هي ماذا؟ هي أن آم يكون محصور ما بين، لاحظوا، ما بين واحد وثلاثة،
ما بين الثلاثة والواحد فقط. لما تكون هذا المستقيم يتغير من هنا من الواحد إلى الثلاثة تكون للمعادلة حلان. لماذا؟ لأن انظروا هنا بالمطابقة أم كم؟ إنه واحد. وهنا بالمطابقة كم أم؟ أم إنه ماذا؟ إنه ثلاثة، حتى تفهموا الفكرة جيدا. لاحظتم؟ هذه هي قيم أم فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.